لأن الذي يقول نجاح على كل الأصعدة في فترة حكم تبون هذا يعتبر شيات جبان خواف طحان وفرحان، وتليق عليه اللعنة. قال الله يلعنك راك تكذب. اللي يقولك بلي قمة فوتنا 4 سنين ولا 5 سنين روعة، العهد الأولى اللي تبور أنا ناجحين نجاح على كل الأصعدة. رئيس التحرير تاع المجلة نقولو أنت كذاب ومنافق وجبان وطحان وفرحان لأنك تقلب علينا وتقلب على الناس وبلعت في روحك. لكن عندما يتعلق الأمر بقمة الغاز نقول نعم نجاح على كل الأصعدة 100%. لا مش 100% مش 95%، كما قلت لكم قبل 95% نجاح، وهذا يعني نسبة كبيرة وكبيرة جدا. نقاس صغيرة ممكن 5% حاجة قليلة، لكن أن تقول نجاح على كل أصعدة في الجزائر رانا ناجحين تولي تكذب. لأنه اللي يقول في أمريكا أنه نجاح على كل أصعدة في عهد بايدن يكذب، اللي يقول في فرنسا عهد ماكرون يكذب، اللي يقول في بريطانيا في عهد تشارلز يكذب. ما كانش نجاح، مستحيل ما كانش. إخفاقات كبيرة في العالم كله، فما بالك في الجزائر. احنا في الجزائر وصلنا وين نستورد الخروف الروماني، رومانيا نستورد الخروف في وقت من الأوقات. أنا نذكر أنه كانت عندنا نسبة كبيرة من المواشي الخرفان تهرب إلى المغرب وإلى تونس. كاين الناس كانوا يهربوا الخرفان من ولاد جلال ومن الجلفة ومن المسيلة ومن تيارة ومن مناطق الهضاب العليا إلى تبسة، ومن تبسة يدخلوها لتونس ويبيعوا العلوش، الخروف يسموه العلوش، يبيعوا العلوش الجزائري الخروف الجزائري يبيعوه في تونس بحوالي 200 دينار وقلالة 250 في بداية الألفينات 2003 2002 2004. يعني الجزائر كانت تصدر الخروف الجزائري، تصدر بطريقة يعني تهريب ماهوش تصدير رسمي. يعني كان عندنا اكتفاء ذاتي لدرجة التصدير. ثم بدأت الأمور تتراجع، ولينا نستورد اللحم من نيوزيلندي، نجيب اللحم من نيوزيلندا ويباع أرخص من اللحم الطازج الجزائري. وقلنا معليش لأنه كان فيه نقص خاصة في رمضان، والله نستورد اللحوم المجمدة ونصف مجمدة من نيوزيلندا وأستراليا. اللحم الأسترالي ونيوزيلندي رخيص. ومن بعدك دارت الدائرة ولينا نستوردوا من البرازيل والأرجنتين ودول جنوب أمريكا اللي فيها نفس الشيء، فيها كميات من اللي فيها كميات كبيرة من المواشي، ولينا نستوردوا من جنوب أمريكا. ومن بعد كذلك ولينا نستوردوا خروف حي، لأنه الخروف حي يكلف أكثر طبعا. منين؟ من رومانيا. رومانيا في أوروبا هذه، إيه رومانيا فيها الخرفان أكثر من الجزائر. يعني شغلنا ما دخلتيش في الرأس. ما هو السبب؟ علاش ولينا نستوردوا الخرفان من رومانيا؟ وهل نحن بحاجة إلى الاستيراد؟ معليش نتكلم عليها الآن. احنا في الجزائر كنا وما زلنا، في الجزائر كنا وما زلنا نرفض البهرجة هذيك نتاع الوالي يجي يوزع السكنات على الناس يقول لهم أنا درنا فيكم زية ووزع لكم السكنات، لأنه مش يوزع من رزق باباه. وانا اكثر من مره نقول عيب عليكم، المواطنين هذايا من حقه سكن،
انتم ديتوا 100 سكن يا الوالي ويا الوزير ويا الرئيس ويا فلان ويا فلان، ديتوا 100 سكنه وديتوا 100 فيلا، بينكم وبين ربي تحاسبوا عند ربي. ما تجيش دير فيا انا مزيه ودير بيا السينما وتصورني مع مفتاح ولا مع مش عارف انا بطاقه تعطيني تقول لي انا اعطيناك سكن اجتماعي، ما اعطيتنيش. هذا حقي، حق المواطن، حق المواطن في السكن. من العيب والعار ان نعتبر هذا مزيه من عند اي مسؤول مهما كان بلا مزيتك، بلا مزيتك. هذا مواطن من حقه سكن اجتماعي اذا كان معدوم الدخل، يعني فقير. اذا كان انسان موظف من حقه سكن تساهمي او سكن ترقوي، سواء في لاديال ولا في الام بي ولا البي بي، ولا من حقه. ماكش دير فيها مزيه، هذا حقي كمواطن، حقي. نحن في الجزائر نرفض رفضا قاطعا هاته الحقاره والممارسات نتاع رانا درنا فيك مزيه وعطيناك سكنه، تعطيها لي من دراهم اختك، اوكي قول لي درت فيك مزيه، تعطيها من دراهم من امك، اوكي قول لي درت فيك مزيه، من رزقك قول لي درت فيك مزيه الا قبلتها، الا قبلتها. بصح باش تعطيني من حق الدوله من الخزينه العموميه وتقول لي درت فيك مزيه، لا ما درتش فيها مزيه، هذا حقي. لانك انت سرقت 10 سكنات، باش عطيتني انا سكنه كمواطن ترك ديت 10، ونتحاسبوا يوم القيامه، نتحاسبوا عند ربي يوم القيامه، نحيهم لك دوروا دوروا قدام ربي سبحانه. الغريب في الامر انه في المغرب الحقاره وصلت الى درجه قرعه زيت وكيلو سكر وكيلو سميد تحت رعاية الملك، والمسؤولين ضابط شرطة وضابط الأمن والوالي والمدير كذا يوزع له شكارة تاع عدس ومش عارفين هي وسكر وحليب، وقول له والأخرى يحيى الملك وعاش الملك، رخص وطحين ما بعده طحين. ذل ذل ذل، مذلة تاع هذا الاحتقار. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. المراركة أحرار شرفاء، الشعب المغربي راهو تحت الاستعمار، احتقرتوه ووصلتوه لدرجة المذلة والحقارة أنه تخلوه يفرح وتصوروا معاه بشكارة تاع سكر وكيلو تاع سميد وقرعة زيت، عيب. ثم يجي يقول لك دولة وكذا وكذا، الله يذلكم، الله يذلكم. هذا واش نقول لكم. الامر الاخر اللي هو يعني شيء دائما من المغرب، شيء حقير ومنش عارف حقيقة هذه المعلومة اللي وصلتني، لانها معلومة مهمة وخطيرة، وننتظر رد فعل او ننتظر توضيح او ننتظر بيان من وزارة الخارجية الجزائرية، ننتظر بيان من وزارة الخارجية الجزائرية على هذا البيان المغربي، لأنه يعني بيان خطير. البيان وش يقول؟ 3 عقارات تابعين لوزارة الخارجية الجزائرية، تابعين يعني للسفارة الجزائرية أو القنصلية الجزائرية لوزارة الخارجية، ملكهم، المغرب نحته منا بحجة أنه جنب وزارة الخارجية المغربية ولازم يضموهم لوزارة الخارجية، يعني نحاو ملك للدولة الجزائرية، ملك للوزارة الخارجية الجزائرية. المغرب وزارة الخارجية المغربية تستولي على عقارات، 3 عقارات في الرباط العاصمة، ملك للجمهورية الجزائرية، ملك لوزارة الخارجية الجزائرية، اداوهم ضموهم لوزارة الخارجية المغربية. أولا السؤال، هل تم تعويض وزارة الخارجية الجزائرية مقابل نزع الملكية؟ ثانيا، هل تم استشارة المالك الأصلي اللي هو وزارة الخارجية الجزائرية، هل تم استشارتها وأخذ موافقتها باش يقدروا يدوا الأملاك، أم نزع ملكية وروح شكي وين حبيت؟ أنا أتساءل لأنني لا أملك الجواب صراحة،
معلومات هذه وصلتني اليوم، نزع ملكية من 3 قطع أرضية مساحة كبيرة 600 متر وزيادة 400 متر و400 يعني مساحات كبار، فيلا وحديقة وكذا ومباني. إذا نزع ملكية تابعة لوزارة الخارجية الجزائرية وضمها لوزارة الخارجية المغربية، على أي أساس؟ وهل تم إعلام السلطات الجزائرية؟ وهل تم تعويضها؟ قبل أيام قلت لكم رانا في إعلان حرب، لأن هذا الأمر إذا لم يتم التوافق فيه مع الجزائر فهو استيلاء على أملاك الدولة الجزائرية في الرباط، استولوا على أملاكنا. معناتها احنا ثاني دركا شوفوا لهم مقرات القنصليات عندهم في الجزائر ولا في وهران أو السفارة في الجزائر وندوها